بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. لا تطرف لا إفساد، لا تخنث لا إلحاد، هذا مشروع الأمجاد لا نقبل الاستعباد. لا تطرف لا إفساد، لا تخنث لا إلحاد، هذا مشروع الأمجاد لا نقبل الاستعباد. نحن أخلاق ودين لا تسيء الظن فينا، جئنا شبانا وشيبا لننقذ المسلمين، لا نخاف الفتن يوما فينا علم يحتوينا. والله قال تعالى سننصر المؤمنين. نحن أخلاق ودين لا تسيء الظن فينا، جئنا شبانا وشيبا لننقذ المسلمين، لا نخاف الفتن يوما فينا عزم يحتوينا. والله قال تعالى سننصر المؤمنين. نحن أخلاق ودين لا تسيء الظن فينا، جئنا شبانا وشيبا لننقذ المسلمين، لا نخاف الفتن يوما فينا عزم يحتوينا. لا نخاف الفتن يوما فينا علم يحتوينا. والله قال تعالى سننصر المؤمنين، سننصر المؤمنين. لا تطرف لا إفساد، لا تخنث لا إلحاد، هذا مشروع الأمجاد لا نقبل الاستعباد. نحن للعالم رسالة، نحن تقوى وعدالة، نحن للدين امتثالا لا خيانة لا عمالة. أين مشروع محمد وعليا ونضاله؟ أين إسلام النبوة يا أمة الضلالة؟ نحن للعالم رسالة، نحن تقوى وعدالة، نحن للدين امتثال لا خيانة لا عمالة. أين مشروع محمد وعليا ونضاله؟ أين إسلام النبوة يا أمة الضلالة؟ نحن للعالم رسالة، نحن تقوى وعدالة، نحن للدين امتثال لا خيانة لا عمالة. أين مشروع محمد وعليا ونضاله؟ أين مشروع محمد وعليا ونضاله؟ أين إسلام النبوة يا أمة الضلالة؟ يا أمة الضلالة. لا تطرف لا إفساد، لا تخنث لا إلحاد، هذا مشروع الأمجاد لا نقبل الاستعباد. ابتعدوا يا شباب من مشاريع الذئاب، تسلحوا بالعلوم لا تعطوا اليأسي باب، هيا لنشر السلام بالشور وراب حتى تنالوا الجزاء جنة حسن المآب. ابتعدوا يا شباب من مشاريع الذئاب، تسلحوا بالعلوم لا تعطوا اليأس باب، هيا لنشر السلام بالشور وراب حتى تنالوا الجزاء جنة حسن المآب. ابتعدوا يا شباب من مشاريع الذئاب، تسلحوا بالعلوم لا تعطوا اليأس باب، هيا لنشر السلام بشور ومغرب حتى تنالوا الجزاء جنة حسن مآب، جنة حسن مآب، جنة حسن مآب. لا تطرف لا إفساد، لا تخنث لا إلحاد، هذا مشروع الأمجاد لا نقبل الاستعباد. كلا كلا لحرب ضروس بجهل تؤذي النفوس، كلا لسفك الدماء، كلا لقطع الرؤوس. لا تتركه الأساس طينا لضرب الفؤوس، إسلامنا للسلام فلتكتبوها الدروس. كلا لحرب ضروس بجهل تؤذي النفوس، كلا لسفك الدماء، كلا لقطع الرؤوس، كلا لقطع الرؤوس. لا تتركه الأساس طينا لضرب الفؤوس، إسلامنا للسلام فلتكتبوها الدروس، فلتكتبوها الدروس. كلا لحرب ضروس بجهل تؤذي النفوس، كلا لسفك الدماء، كلا لقطع الرؤوس. لا تتركوا الأساس طينا لضرب الفؤوس، إسلامنا للسلام فلتكتبوها الدروس، فلتكتبوها الدروس. لا تطرف لا إفساد، لا تخنث لا إلحاد، هذا مشروع الأمجاد لا نقبل الاستعباد.
الخادم وناصرا للامام الراب وغا يا سلام صار بنا للامام يعالج الانحراف ونابذا للحرام جاء بفكر متين لينتصر للحسين يسطع شاب المهذب وناصرا للامام وناصرا للامام وناصرا للامام وناصرا للامام تتوقف لا افساد لا تخنث لا الحاد هذا مشروع الامجاد لا نقبل الاستعباد نحن اخلاق ودين نحن اخلاق ودين لا تسيء الظن فينا جئنا شبانا وشيبا لننقذ المسلمين لا نخاف الفتنة يوما فينا علم يحتوينا والله قال تعالى سننصر المؤمنين نحن اخلاق ودين لا تسيء الظن فينا جئنا شبانا وشيبا لننقذ المسلمين لا نخاف الفتنة يوما فينا علم يحتوينا والله قال تعالى سننصر المؤمنين سننصر المؤمنين لا تطرف لا افساد لا تخنث لا الحاد هذا مشروع الامجاد لا نقبل الاستعباد للموفق علي العقابي